يلا يبا. أنا اندفنت 25 سنة من عمري مع أبوي. من ذيك السنة لا شفت ولا شاف. أبي طابط. أنا ما صدقت ألقى أخوي عقب 32 سنة. تبيني أعدة؟ الصحيح اسمه مساعد؟ من أنت؟ ما عرفتني؟ ليش جايبك من البحر؟ أنت بين نارين، بين أبوك ومرضه وبين الدنيا اللي ماخذتك. عشان بصير مشهورة؟ كلنا لنا مع الوقت قصة. الرجال اللي واقف قدامك راح يدخل السجن. أحيانا بنسبق. يا عم ترى دعوة المظلوم مستجابة. وأحيانا يسبقنا إلا وقتي. بدأ بتوقيت مكة. بتوقيت مكة الليلة 11 بتوقيت السعودية على MBC 1.